أكيد، وجمهور الاتحاد غني عن التعريف، وتعرف دائما أنهم يكونون على قدر الحدث، وأنا أشوف أنه من أميز يعني الجماهير السعودية، أنا أشوف جماهير الاتحاد هم يعني الأميز. تبعاً الجمهور إذا زعلان على الفريق ما يجي على المباراة؟ لا أبو كرام، أنا دائما أقول يوصل الجمهور ويسوي رسالة توحي للاعبين باللي يريد يوصل له، يعني يعطي الظهر، يقدر يرفع مناديل، أي شيء حضاري، طريقة حضارية تكون، إنما أوصل الرسالة للاعبين. أما ما يحضر لا، ما تحضر هذه مشكلة، لأنك مؤلمة. أنت هذا عشقك للفريق تبغى يواصل على أداء زين لازم تحضر أبو كرم. يعني مثل أنا مثلا ابني ما عمل منيح فأنا ما أحضر له حفلة أو ما أحضر له لما يستلم الجلائز، هيك بكون عم بعطيه شيء صدمة مش كويسة. صحيح. حتى لما يكبر لما أشجعه وهو بحتاج، بعتقد وصلتكم الفكرة. كل أحوال الفريق أو أي نادي بيحتاج جمهوره في الضراء قبل السراء. بعد الفاصل